ولأنه اللقاء مع قمة من قمم الفن العربي، يجب أيضا أن يبدأ الحوار بقمة من قمم الفن العربي. كانت معنا دائما وهي معنا رغم الغياب خارج البلاد الفنانة الكبيرة سماحة أيوب. مدام سميحة رغم سفرها إلى أنها أرسلت رسالة للأستاذ محمود، اسمحوا لي أقرأها لك. يسعدني في هذه الدورة، دورة الفنان الكبير محمود ياسين، ولأسباب خارجة عن إرادتي لوجودي خارج البلاد لم أكن معكم لأحتفل بهذا الفنان الكبير الشجاع صاحب الأداء المتميز صوتا وصورة. أنت تعلم يا محمود أنك شريك الكفاح في زمن كنا نحب فيه الفن فقط لا نسمو إلا له، حبا جعلنا نعمل الليل نصل الليل بالنهار بلا كلل، لا ننتظر منه غير إسعاد الناس ورضاهم. أنت تذكر يا صديقي محمود أننا كنا نعمل طوال اليوم منذ أن نصحب ننتقل فيه من الإذاعة إلى المسرح إلى الاستديوهات، نبدع ونقدم الكثير دون صخب ولا هيصة كما يحدث هذه الأيام. وكان محمود ياسين هذا النجم الفريد كريما لم يبخل على أحد من المخرجين الذين يحملون نصا جديدا مهما كانوا في أي عمر أن يتعاون معهم، المهم أن يكون النص جيدا، ولم يبخل على أحد بجهده وفنه ودفع صحته وثمن لذلك. وهو اليوم بينكم والمطلوب منكم أن تحتفلوا به كما تحتفل كما احتفلتم من قبل كما لم تحتفلوا من قبل، وأن تقفوا بجواره في مظاهرة حب جميرها العالم من قبل. صديقي محمود، عملنا سويا من قبل في مسرحية الخديوي، تلك المسرحية التي صنفت سياسيا ومنعت من العرض حتى عرضت أخيرا عام 2012، وكنت أنت شديد السعادة بعرضها. سميحة شكرا يا سيدة الجليلة، شكرا لك وطنك بالحب والتفريغ والتمجيد لكل ما يمكنك دائما أن تقدميه لهذا الوطن الغالي، إلى قلبك وإلى روحك وإلى تاريخك الكبير وإلى تطلعاتك للمستقبل الرائع العظيم الذي أنت جديرة به، ونحن أيضا نستحق منك هذه الرعاية وهذا الحد وهذه المحبة، لأننا لن نجدها لدى فنانة بهذه العظمة وبهذه الأستاذية لنتعلم منها وباستمرار. حفظك الله يا سيدي.